أسبوع ممكن توصفه بأنه الأضعف على مستوى مشاركة لاعبين المحترفين في الخارج، في منهم كتير ما شاركش، في منهم كتير الماتشات بتاعة فرقته اتأجلت، وبالتالي مش كل لاعبتنا هتظهر معنا في فقرة جي بي اس. تعالوا نشوف النهاردة الجي بي اس هتاخدنا على فين. طيب نروح الأول لمحمد صلاح، بيعيش أيام هي من التألق الكبير على مستوى مشاركته مع ليفربول. الأسبوع الأخير كان مشاركته طبعا مع ليفر في دربي الميرسي سايد، ليفربول وإيفرتون. صلاح شارك في تحقيق فوز فريقه على إيفرتون في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-0. مدة مشاركة صلاح كانت 90 دقيقة، وهو اللي أحرز هدفين ليفربول، وكان ليه 4 محاولات على المرمى وثلاث تمريرات مفتاحية. معدل تمريراته كان 24 تمريرة بنسبة دقة 79%، وتقييمه في المباراة دي كان 8.4 درجة. والجوائز أفضل لاعب في الدوري عن شهر سبتمبر في ليفربول، والليفربول حاليا في المركز الرابع برصيد 20 نقطة، والمباراة اللي جاية لليفر هتكون أمام تولوز في الدوري الأوروبي. نروح لعمر مرموش، اينتراخت فرانكفورت. الحقيقه عمر شارك في مباراه فريقه الاخيره واللي فاز فيها فرانكفورت على هوفنهايم بنتيجه 3-1 في البوندسليغا. مده مشاركه مرموش كانت 75 دقيقه، واحرز هدف من الثلاث اهداف اللي احرزهم فريقه. كان ليه 4 محاولات على المرمى، 5 مراوغات نجح في 4 منهم، تمريرات مفتاحيه واحده فقط لا غير. تمريراته في المباراه كانت 17 تمريره بنسبه دقه 76%، كان ليه 12 التحام ارضي منهم 9 نجح فيهم عمر مرموش، قدر انه يفسد هجمه وحيده للمنافس، وتقييمه في المباراه دي كان تقييم مرتفع جدا 8 درجات. وفرانكفورت حاليا في المركز السابع في البوندسليغا برصيد 13 نقطه، والمباراه المقبله لاينتراخت فرانكفورت هتكون امام هلسنكي الفنلندي في الكونفرنس ليج او دوري المؤتمر الاوروبي. من انجلترا وبعدها المانيا نروح لتركيا، وتحديدا احمد حسن كوكا اللي شارك في طبعا في باندك سبور، وشارك في مباراه فريقه الاخيره اللي انتهت بالفوز بنتيجه 2-1 على كونيا سبور في الدوري التركي. مده مشاركه كوكا كانت 59 دقيقه، ما كانش ليه ولا محاوله على المرمى، تمريراته 9 بنسبه دقه 56%، افسد هجمات للمنافس مره واحده، وتقييمه في المباراه دي كان 6.5 درجه. باندك سبور حاليا في المركز ال 18 في الدوري التركي برصيد 7 نقاط، والمباراه اللي جايه لفريق كوكا هتكون امام فنرباشا في الدوري التركي. للسعوديه هنروح مع جي بي اس، والبدايه في السعوديه مع الخليج اللي بيلعب ليه مهاجم الاهلي السابق طبعا ومنتخب مصر محمد شريف. شريف شارك في مباراة الخليج الأخيرة واللي انتهت بخسارة فريقه أمام الهلال بنتيجة 1-0. شارك شريف لمدة 90 دقيقة، وكان ليه في خلال 90 دقيقة 0 محاولات على المرمى، تمريراته 13 بنسبة دقة 85%، وقع في التسلل مرتين، تقييمه في المباراة 6.5 درجة. والخليج حاليا في المركز ال 13 في الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام التعاون أيضا في بطولة الدوري السعودي. آخر ظهور الأسبوع ده كان لطارق حامد لاعب وسط نادي ضمك السعودي. طارق شارك في مباراة الفريق الأخيرة واللي انتهت بخسارة ضمك أمام النصر بنتيجة 2-1. طارق لعب في المباراة دي 90 دقيقة، كان ليه 71
تمريره بنسبه دقه 87%، محاولات على المرمى مره وحيده، التحامات ارضيه 7 كسب منهم 4، ارتكاب اخطاء 4 مرات، افساد هجمات للمنافس مرتين وتقييمه 6.6 درجه. ضمك حاليا في المركز 12 برصيد 10 نقاط، والمباراه اللي جايه هتكون امام الاخدود في الدوري السعودي. طيب دي كانت جولتنا مع اللاعبين المحترفين. زي ما قلت لحضراتكم سام مرسي مباراته اتأجلت، حمدي مباراته اتأجلت، احمد حمدي ما لعبش، احمد مصطفى ما لعبش، النني ما شاركش، يعني مصطفى محمد موقوف، فبالتالي جوله الاسبوع ده يمكن تكون هي الجوله الاضعف. طب ايه قصه سان داونز؟ قرايتنا لفريق سان داونز اللي بالتاكيد هتكون مختلفه. خدوا بال حضراتكم، يعني سان داونز في عدد كبير جدا من الاسماء دخلت على السكواد خرجت عن او اختلفت عن سان داونز اللي كان موجود الموسم اللي فات. هل شخصيه الفريق اتاثرت؟ هل الغيابات اللي موجوده في صفوف سان داونز الموسم ده او الاسبوع ده واللي ممكن ما تشاركش في مواجهه الاهلي على اقل تقدير يوم الاحد؟ طبعا تصريحاتهم بتقول ان النجوم الكبار زي تشالويل مثلا بيحاولوا ان هم يجهزوه عشان يلحق مواجهه الاهلي. غاب تشالويلي عن ماتش او مواجهتي بيترو اتلتيكو. بالمناسبه اللي ما تابعش، يعني سان داونز كان فاز في لواندا في انجولا على ارض بيترو بنتيجه 2-0. مباراه العوده في بريتوريا انتهت بنتيجه 0-0، ولكن كان في طرد مبكر جدا لفريق سان داونز لمدافع سان داونز مكوينا في بدايه المباراه، ورغم كده تقدر تقول انه سان داونز لعب جيم كبير جدا في مواجهه بيترو اتلتيكو، وانتهت المباراه بالتعادل بنتيجه 0-0. مباراه كان فيها سان داونز هو الاقرب او الاخطر. قرايه بقى في سان داونز سيناريو ماتش يوم الاحد، ازاي الاهلي يحضر؟ هل لابد يدخل تغييرات على تشكيل النادي الاهلي؟ السيناريو الافضل لمواجهه سان داونز على ارضه وفي وسط جمهوره، المباراه اللي جماهير النادي الاهلي دايما بتعمل لها حساب؟ كل دي اسئله هنحاول ان احنا نجاوب عليها مع حضراتكم في السادسه، لكن بعد الفاصل.